اخبار اليوم. نمبر 1، what do you know about Zinder؟ يعني هي القصص ماذا prisoner of Zinder. ده what I consider this kind of question is one of the easiest questions you can find and you can write whatever you like in this question. يعني ده من اسهل الاسئله. انت تعرف ايه عن Zinder؟ It was a small town. دي مدينة صغيرة. 80 kilometers from the capital and about 10 kilometers from the border. فحوالي طبعا هي بعيدة حوالي 8 كيلو عن العاصمة وحوالي 10 كيلو من الحدود. هو ده هي دي زندة. هي زندة اسم المدينة خلاص كده اللي اتسمت عليها القصة. Question number 2. Why was Resendel followed by the 60 people wherever he went? Of course, لأن طبعا عارفين ساب ordered them to do so. سابت اللي هو شخص اللي أمر الست أشخاص دولت إن هو قال لهم يروح المكان دوت تروحوا وترقبوه وراه. Question number 3. Mention some of the things Resendel could remember about the coronation. أذكر هو Resendel بيفتكر إيه عن الكورونيشن اللي هو التتويج. على فكرة الكورونيشن هو يعني يتوج ملكة. يتحط الكراون. الكراون اللي هو التاج. إيه اللي يفتكره عن القصة ديت؟ طبعاً placing the golden crown on his head. هو بيتكلم على التتويج يبقى هيفتكر أكيد إيه؟ موضوع وضع التاج على رأسه. The promises he was asked to read out. وكمان الوعود اللي هو قراها. كان معاه ورقة بيقول أنا هعمل كذا وكذا وكذا. Announcing that the Rudolf the fifth to be king of Rutin. وكمان ان رودولف هيبقى الملك بقى روتين. وبينج جريتد باي ذا ديوك مايكل باي شيكينج هاندز وذ هيم. ويفتكر كمان ان هو سلم على ديوك مايكل. كل ده كان يفتكرها في الوقت مين التتويج. Now we will move to question number 4. Why were the people in Stralsund angry with their king during his stay in Zinder. ليه الناس شعب بتاع سترالسل كانوا غضبانين جدا من الملك في اقامته في زندر. ها لو تفتكر كده في التشابتر في بدايات التشابتر كان هو اصلا بعيد عنهم خالص ما بيتعاملش معاهم خالص. لذلك كان في انفصام بينه وبين الايه الشعب. ولذلك هو بعد كده هيعمل خطه ان هو يحاول ان هو يتقرب لمين للشعب ويبقى بوبولار يعني محبوب. طبعا الإجابة بتاعتها because he had been away from them for so long. لأن كان مبتعد عن الشعب بتاع سترالسو لمدة طويلة. Now we will move to the quotations. هننتقل دلوقتي للquotations اللي هي مين اللي قال الجملة دي؟ Read the following quotation and then answer the questions. اقرا الجملة دي ثم اجب على الأسئلة التالية. I hear there are new servants at the castle. Do these servants know the kings? A prisoner there? Again, I will read it again. عشان تفتكر. Please remember. I hear there are new servants at the castle. Do these servants know the king is a prisoner there? طيب وبيقول أنا سمعت من الخدم جداد في القصر وبيقولوا الخدم هل الخدم دول عارفين إن الكينج هو مسجون هناك؟ مين اللي قال Who says to John؟ مين اللي قاله لجون؟ هتفتكروا ولا لسه شويه؟ طيب طبعا اللي قال الكلام ده Resendel اللي هو الملك. طيب what does John answer؟ طب هو جاوب بايه؟ He answers that the servant don't know that the prisoner is the king. قال ان السجناء نفسهم ما كانوش يعرفون ان المسجون ده هو مين؟ الملك. طيب why is that important؟ ليه ده كان مهم جدا؟ طبعا الكلام ده كان مهم جدا لان Resendel wants to know if the servants will think he is the king and obey him
or surrender to him when he attacks the castle. يعني معناها لما هيهاجم القلعة في الآخر خالص ده كان مهم جدا. Now find the mistakes in each sentence and correct it. الوقت عايزين بقى نعرف ايه الأخطاء اللي في الجمل دي. The duke will the man to trust to keep the future of Rurteng. هل هو الديوك ولا مين ولا شخص تاني؟ لا طبعا مش الديوك. الديوك هنا the marshal. The marshal هو ده الرجل اللي تثق فيه علشان يحتفظ او يحفظ مستقبل روري تين. طيب the king was staying in hunting lodge in the desert. هو كان في هو الهانتنج لودج ده يا جماعه كان في الديزرت في الصحراء. هما كان عندهم صحراء؟ انا مش سامع حد. طيب ماشي ما عندهمش صحراء في انجلترا. طيب هم عندهم ايه؟ عندهم فورست. فورست يعني ايه فورست؟ غابه. فالهانتنج لودج ده المكان اللي بيروح فيه الكوخ اللي بيصطادوا فيه والكلام دوت كان في الفورست.